أود أن أخذ منك قراءة بداية لكل هذه التطورات، أخذا بالاعتبار بأنه الجانب الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي تحديدا يقول بأنه هاجم 800 موقع لحزب الله جنوبي لبنان ومنطقة البقاع في عدة موجات اليوم، وهناك تقديرات لربما عن حوالي 160 صاروخ من لبنان تجاه الداخل الإسرائيلي، ومن بينها على ما يبدو صواريخ بعيدة المدى، وكما تبعنا منها ما وصل إلى شرق تل أبيب. كيف تقرأ كل هذه التطورات وتحديدا رد فعل حزب الله حتى اللحظة؟ مساء الخير. مساء النور. طبعا دخل الصراع في لبنان نقطة اللاعودة الدبلوماسية التي يعني برزت خلال الأشهر السابقة، والتي حاول من خلالها الأمريكيون تارة وبعض الوسطاء الغربيين، يعني الغربيون حاولوا التوصل إلى وقف إطلاق نار، أو حاولوا إقناع إسرائيل بعدم توسعة الحرب، وحاولوا إقناع حزب الله بالانتهاء من موضوع ربط وقف إطلاق النار في لبنان ووقف إطلاق النار في غزة. يعني هذا كله أصبح وراءنا. هذا الأسبوع شهد فعلا الترجمة الحقيقية لهذا التعثر الدبلوماسي، والذي يعني أطلقت شرارته الزيارة الأخيرة لأموس هوكشتاين إلى تل أبيب. طبعا بعد ذلك رأينا سلسلة من التصعيد، ابتدأت به أجهزة الاتصال، ابتدأت بالغارات وتحييد 3000 عنصر من حزب الله نتيجة التفجيرات واغتيال القادة. واليوم كان النهار يعني الذي يعيدنا إلى الأذهان إلى الأيام أو الأسابيع الأولى من الحرب في غزة، يعني 270 قتيل أو أكثر من 270 شهيد من لبنان وأكثر من 1000 جريح. هذا يوم غزاوي في لبنان، وليس يوما يعني اعتاد عليه اللبنانيون في سياق كل هذه الحرب المفتوحة مع العدو الإسرائيلي. حتى يعني أنه ربما حرب 2006 التي امتدت 34 يوما لم يعني يكن فيها أي يوم لم يتعرض فيها لبنان في أي من تلك الأيام 34 إلى هذه الكثافة من الغارات وهذا العدد الكبير من الشهداء أو من الجرحى. إذن يعني طبعا موضوع حزب الله سأعود في هذه النقطة بعد قليل العميد خالد، لأنه هناك من يرى بأنه هل إسرائيل فعلا اليوم تطبق إلى حد ما الاستراتيجيات أو بعض منها التي طبقتها في قطاع غزة. موضوع رد حزب الله، أود أن أستمع منك تعليق وأيضا تقييم لما يقوم به حتى اللحظة وقدراته أيضا. يعني قدرات حزب الله طبعا نعرفها، نعرف البعض منها من خلال تجربة العام 2006، ونعرف البعض منها. واليوم كان هناك صواريخ جديدة دخلت يعني المجال، أو بالأمس كان هناك صاروخ فادي واحد وفادي اثنين، واليوم طبعا هناك استهداف لمحيط تل أبيب، وهذا يعني يذهب بهذه المواجهة إلى مديات عادة لم تكن يعني مستخدمة. ولكن في النهاية السؤال، هل نحن أمام يعني استعراض ل تأكيد ماذا؟ لتأكيد أنه لن يتوقف الحرب على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة إلا إذا توقفت الحرب في غزة. في القراءة يعني هل المسألة هي مسألة مواجهة من أجل المواجهة، أم هي مواجهة من أجل ماذا؟ يعني هل اليوم هذا الدمار في لبنان وهذا العدد من الشهداء يخدم المعركة في غزة؟ هل يعني نحن بصدد تأكيد أنه أن هناك توازن للردع مثلا؟ وما جوابك هنا العميد خالد؟ أنا أعتقد طبعا ليس هناك توازن في الردع. يعني عندما نتكلم عن إسرائيل نتكلم عن أكبر دول المنطقة تجهيزا، نتكلم عن مخازن الولايات المتحدة المفتوحة، نتكلم عن بوارج أمريكية وحاملات طائرات موجودة في المنطقة تمنع أي طرف إقليمي من التدخل، وبالتالي على لبنان أن يواجه كل هذا الاختلال في ميزان القوى وهذا التراجع الدولي، لا سيما من القوى الكبرى، نتكلم هنا عن الدول الأوروبية الكبرى التي لا تجرؤ أو ليس بإمكانها أن تفرض على الولايات المتحدة أن تعدل من سلوك أو تمنع إسرائيل من القيام بهذه الهجمات. إذن يعني هذه حرب ليس فيها أي ميزان للقوى، وبالتالي الدبلوماسية اللبنانية التي يعني بالأمس كان وزير الخارجية في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن، ولا ندري لماذا تكلم عن القرار 1701 وعن
القرار 2735 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكأنما هناك تأكيد من الدبلوماسية اللبنانية أننا يعني نطلب من المجتمع الدولي أن يطبق القرار الدولي في غزة قبل أن نطبق 1701 في لبنان. هذا إذا شاءت إسرائيل تطبيقه أو شاء حزب الله تطبيقه. إذن تفضل بقى مع العميد خالد، سنكمل هذا الحديث، ولكن ينضم إلينا أيضا الآن من بيروت الكاتب الصحفي منير الربيع. سيد منير أهلا بك معنا. هل يمكن القول بأن اليوم لبنان ترك وحيدا حتى اللحظة في مواجهة هذه الضربات الإسرائيلية؟ إلى حد ما نعم، لبنان لوحده، لأن كل الجهود الدبلوماسية لا تنفع مع إسرائيل، بالإضافة إلى عدم وجود قرار لا لدى إيران ولا لدى الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على تصعيد هذه الحرب، بينما تستند إسرائيل على الدعم الأمريكي أو على الموقف الأمريكي الواضح بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل. حصلت زيارات لمسؤولين عسكريين أمريكيين إلى المناطق الحدودية مع لبنان، أشرفوا على بعض الخطط والعمليات. بعض التصريحات الأمريكية بدت وكأن تغطي إسرائيل، وبالتالي أقدمت إسرائيل على تنفيذ هذه العمليات وتوسيع مروحة عملياتها لمجموعة أسباب وأهداف في مقابل أن لبنان يقف وحيدا بغض النظر عن بعض التحركات الدبلوماسية الضئيلة. الأهداف التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها أصبحت معلنة، وهناك رسائل دبلوماسية يتم نقلها إلى حزب الله وإلى المسؤولين اللبنانيين بأنه على حزب الله إعلان الانفكاك عن جبهة غزة والانسحاب لمسافة 10 كيلومترات أو ربما أكثر أو ربما أقل بقليل، ولكن تغيير الواقع العسكري في جنوب لبنان، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بدون ضغط عسكري كما يتحدث الإسرائيليون. لذلك يعملون على توسيع رقعة عملياتهم، تصعيد وتيرة هذه العمليات وصولا إلى دب الرعب والذعر في نفوس اللبنانيين في إطار زيادة منسوب الضغط، لعل حزب الله يرضخ. في حال الحزب لم يرضخ فإن موجة أخرى من التصعيد ستستمر في المرحلة المقبلة، وبالتالي سنكون في دوامة لا يمكن لأحد المساعدة على سحب لبنان منها. ما رأيك العميد خالد، هل فعلا الضغط العسكري اليوم يمكن أن يجبر حزب الله على الرضوخ؟ وتكملا لهذا التساؤل، ربما هنا علينا أيضا أن نتطرق إلى موضوع سيناريو قطاع غزة. هل فعلا اليوم تحاول إسرائيل تطبيق إلى حد ما نفس السيناريو بهذه الضربات؟ وتبعنا يعني حتى حصيلة القتلى، هناك أطفال، هناك مدنيين، وكأنه تحاول تطبيق نفس السيناريو. يعني دعيني أبدأ مما انتهيت إليه. نعم، هذا السيناريو يشبه سيناريو غزة، ليس هناك أي فرق. هناك استهداف، هناك مدنيون يسقطون، هناك استهداف لمواقع عسكرية لحزب الله، وهناك طبعا عدم قدرة على مواجهة الطيران الإسرائيلي سوى بمقذوفات صاروخية تدخل إلى الأراضي المحتلة. لم ندري لغاية الآن ما كانت مفاعيلها، أو هل هي فعلا يعني أحدثت إصابات في بنى تحتية هامة لإسرائيل قد تجبرها على تغيير مسار هذه العمليات. إذن هذا الوضع مشابه لوضع غزة، وربما بكثافة الصواريخ يعني التي لا ندري إذا ما كانت لغاية الآن قادرة على يعني تحقيق نوع من التوازن، ولكن على الأقل نحن نعم في سيناريو يشبه غزة. أما ولكن حماس لم ترضخ، يعني فلماذا حزب الله سيرضخ؟ يعني اولا انا اريد ان يعني نذهب بعيدا عن المصطلحات العسكريه او المصطلحات التي تستخدم في العمليات العسكريه، والتي هي لا تستند الى تعريفات يعني منطقيه او تعريفات علميه، بل تستند الى تعريفات تعبويه. يعني مسألة رضخ أو لم يرضخ، هذه تعابير غير موجودة في القاموس العسكري. في النهاية لم تنتهي أي حرب في العالم بأن أحد الفريقين قد قام بإبادة الفريق الآخر، ولكن السؤال، الحروب تبدأ بتوازن قوى ما، ثم تأتي العمليات العسكرية لتؤكد يعني هذا التوازن لهذا الفريق أو ذاك، ثم تأتي مرحلة استثمار الانتصار أو محاولة التخفيف من وقع
الخسارة للفريق الذي يخسر. وبالتالي المسألة ليست مسألة شجار شخصي يعني ومن يقبل أو من لا يقبل، لأنه في النهاية يعني من يتألم هم اللبنانيون، من تدمر منازلهم هم اللبنانيون، من تعطلت مصالحهم هم اللبنانيون، من يدفنون قتلاهم اليوم هم اللبنانيون. وبالتالي يعني الكلام ليس يعني سواء في غزة أو في لبنان، هناك يجب أن يكون هناك تقييم للوضع بشموليته واحتساب يعني حسنات أو سيئات الاستمرار بالعمل العسكري. في غزة الموضوع مختلف تماما عن لبنان. لماذا؟ لأنه السلطة السياسية التي اتخذت قرار الحرب هي نفسها السلطة التي تطلق النار. أما في لبنان السلطة التي اتخذت قرار الحرب أو الحزب الذي اتخذ قرار الحرب هو ليس السلطة السياسية التي ينتظر العالم أن يفاوضها أو أن تفاوضه. وبالتالي هناك يعني مشهد في لبنان مختلف. ولكن عميد خالد، يعني نتحدث عندما عن القتلى والجرحى، لأنه حتى تابعنا المؤتمر الصحفي لوزير الصحة قال بأنه عدد الجرحى ممن سقطوا خلال هذا الأسبوع حوالي 5000، يعني في حرب 2006 على مدى كل 2006 في هذه الحرب سقط حوالي 10000، يعني خلال أسبوع 5000. وكأنه هنا نتحدث عندما يعني أقارن بموضوع غزة بأنه هل هناك فعلا رهان إسرائيلي بأنه قد يكون هناك عدد كبير من الجرحى لربما حتى القتلى، وبالتالي سيكون هذا بمثابة عامل ضغط من قبل الشارع اللبناني على حزب الله؟ يعني إذا كنا نراهن على أخلاق إسرائيل وقادة إسرائيل فطبعا يعني نكون قد أضعنا البوصلة. طبعا نحن أمام دولة عدوانية بكل معنى الكلمة، دولة متوحشة، نظام متعصب إلى أقصى الحدود يعني. وبالتالي إسرائيل قادرة أو قادتها قادرون على الذهاب إلى أبعد الحدود في ممارسة اللا أخلاقية والوحشية، وبالتالي كل الاحتمالات واردة. سألتي عن عملية الضغط في موضوع الجرحى، يعني فلنعود كذلك إلى غزة الجريحة. كذلك كان هناك أحيانا مناشدات عربية ومناشدات منظمات دولية وللأمين العام للأمم المتحدة أحيانا للقول إنه المستشفيات في غزة والقطاع الصحي برمته قد فقد ربما 90% من قدراته. وبالتالي كان هناك مناشدات للعالم لكي في المرحلة الأخيرة لكي يلقحوا الأطفال ضد الشلل. يعني هل نريد هل التوازن العسكري أو هل التصميم على موقف سياسي ما يعني يستحق مهما كان هذا الموقف، هل يستحق الانتحار على طريقة الساموراي؟ يعني أولا الصراع مع العدو الإسرائيلي هو صراع مفتوح وسيبقى مفتوحا من الآن حتى يوم الحساب. وبالتالي كما قال كذلك الأمين العام يعني الحرب هي جولات، هو ربما استعمل كلمة أخرى يعني جولة لك وجولة علي. وبالتالي أنا أقول اليوم يعني دعيني أذكر هذه يعني الفكرة، يعني اليوم يجب أن يكون هناك طرف قادر على التدخل وقادر على طرح مسودة ما للتفاوض عليها، وساعتئذ يعني يتم اكتشاف المواقف. يعني أذكرك بال 2006 كان رئيس الحكومة الرئيس فؤاد السنيورة هو القادر طبعا، لأنه لبنان لم يكن معزولا عن العالم العربي ولم يكن لبنان معزولا عن العالم الدولي، كان هناك استنفار دبلوماسي، كان هناك وساطات دولية، كان هناك كل أنواع الحراك التي بالنهاية بخلال 34 يوم تمكن، وبرغم أنه كان ميزان القوى مختلف تمكن لبنان من التوصل إلى مسودة. طبعا في النهاية قفز الجميع فوقها وقفز حزب الله فوقها، لكن اليوم لا دبلوماسية لا منصة إقليمية لا منصة دولية. بالعكس يعني عندما يقول اليوم وزير الدفاع الأمريكي أنه نحن ضد توسيع الصراع في المنطقة، ماذا يعني ذلك؟ يعني الجميع ممنوعون من التدخل واتركوا لبنان يواجه وحده كل هذه الآلة العسكرية التي تدعمها الولايات المتحدة. طيب، ماذا يقول ميزان القوى هذا؟ هذا سؤال، هذا سؤال مطروح على حزب الله، على الحكومة اللبنانية، على العالم العربي، وكذلك على طهران التي تقف وراء حزب الله. سيد منير، يعني ما رأيك، هل فعلا اليوم هناك أي طرف قادر للتدخل وفرض ربما
أي مسودة أو الدفع بالأطراف إلى أي حل سياسي، رغم بأن هناك اليوم حديث ربما عن وساطات. المبعوث الفرنسي جانيف لوتغيا اليوم يلتقي بقائد الجيش، هناك أيضا ترقب لزيارة موفد قطري وتركي. هل يمكن أن تسفر كل هذه التحركات عن تهدئة على الأقل؟ لا أحد يمتلك الورقة الأساسية والفعالة في هذا المجال إلا الأمريكيين. ما يتعلق بزيارة جون إيف لودريون كانت مقررة مسبقا، ماكرون أجرى اتصالات بقائد الجيش ونجيب ميقاتي ونبيه بري قبل أيام، نقل بعض الرسائل وأن الإسرائيليين يطالبون من حزب الله التراجع، وبحال لم يتراجع فإنهم سيصعدون ضرباتهم، وبالتالي فإن لودريون لن يضيف شيئا سوى حضوره على المشهد اللبناني. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، الأمريكيون هم المعنيون، وهناك مكات معين لاتفاق، ولكن الظروف غير ناضجة. حزب الله رفض الانفكاك عن جبهة غزة، والإسرائيليون يريدون مواصلة التصعيد وزيادة الضغط على الحزب لدفعه إلى تقديم تنازلات، ذلك غير متوفر حتى الآن. وبما أن المعادلة كذلك، شرع الإسرائيليون في توسيع عملياتهم بدون أي مظلة سياسية أو إقليمية قادرة على حماية لبنان، على الرغم من أن زحمة موفدين. سيد منير اعذرنا المقاطعة، فقط دعني أنوه قبل أن تكمل الفكرة بأن هذه صور قبل قليل لغارات إسرائيلية على بلدة قرعون بالبقاع، هذه صور قبل قليل لغارات إسرائيلية على بلدة قرعون بالبقاع، وهي على ما يبدو من هذه الصور غارات عنيفة وتصاعد لأعمدة الدخان الأسود والأبيض جراء هذه الضربات الإسرائيلية العنيفة. تفضل سيد منير أكمل الفكرة. وبالتالي على الرغم من دخول المفادين الكثر والجدد على خط محاولة سحب فتائل التفجير، إلا أن الأمور في مكان آخر. الإسرائيليون عمدوا على توسيع هذه الاشتباكات، وهم ربما سيكون لديهم المزيد من الشروط ومن الضغوط السياسية. قبل قليل كان يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لابد من مواصلة الضغط العسكري على حزب الله. قد نصل إلى مرحلة يعتبر فيها الإسرائيليون أن القرار 1701 لم يعد ناجعا، ولابد من البحث في قرار جديد. وتلك رسالة مرت بشكل مباشر أو غير مباشر على لسان وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب قبل حوالي الأسبوعين. لذلك نحن في مكان الكلام فيه للميدان، وعندما يكون الكلام للميدان، وبعتقد العميد أخبر مني بالمعنى العسكري، غالبا ما تحصل تطورات لا تكون محسوبة أو تقود إلى المزيد من التدهور بدلا من القدرة على لجمها، لأنه طوال 11 شهرا لم ينجح أحد في لجم هذا المسار التصاعدي، وبالتالي الآن أصبحت الأمور في مكان خطر جدا. إما أن يحصل استثناء في موقف الحزب لتجنب المزيد من التصعيد، وإما أن الإسرائيلي سيجد نفسه مندفعا أكثر في المرحلة المقبلة لتوجيه المزيد من الضربات، وهو يعمل على أكثر من خط: الضربات العسكرية، الضربات التي تستهدف المدنيين وتخويف المدنيين كنوع من زرع انعدام للثقة بين البيئة الحاضنة للحزب والحزب، وبالتالي هذا يفتح على مجالات متعددة. العميد خالد، ما رأيك؟ يعني هنا دعني أشير إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يقول بأننا نعمل على توسيع نطاق الضربات ضد أهداف حزب الله في جميع أنحاء لبنان. ما المقصود هنا؟ وما هي حدود اليوم إسرائيل؟ وهل سيكتفي فقط بهذه الضربات؟ يعني هذه الضربات الموسعة والمتصاعدة والعنيفة هي استكمال لمجموعة أعمال عسكرية حصلت هذا الأسبوع وتكلمنا عنها. يعني لم تأتي بالصدفة تفجير منظومة الاتصالات وتحييد أكثر من 3000 عنصر من حزب الله، وغارات المكثفة لتدمير القدرة النارية لحزب الله، ثم استهداف القادة. هذه حلقات في سياق عمليات عسكرية أو في سياق عملية عسكرية تبدو متماسكة، وهذه كلها كانت مراحل مرت بها يعني هذه العملية قبل أن تنطلق إسرائيل بهجماتها الموسعة التي تشنها اليوم على كل لبنان. السؤال يعني لماذا، ما الذي سيدفع بالعدو الإسرائيلي إلى التوقف؟ هذا هو السؤال. يعني يجب أن يكون هناك توازن ما. طب من سيحقق هذا التوازن في ظل الموافقة الأمريكية على هذه الحرب
بخلاف ما يقوله الأمريكيون، لأن هذه الذخائر المدمرة تأتي من الولايات المتحدة، وفي ظل عجز أوروبي واضح وعجز المؤسسات الدولية كذلك عن التدخل. إذن هذا هو ملعب مثالي للعدو الإسرائيلي لكي يستمر في عدوانه. وبالتالي يعني البحث منذ الأساس، منذ إطلاق عملية عملية دعم أو مساندة غزة، كان يجب البحث بشكل عقلاني كيف نساند غزة وما هو أسلوب المواجهة الذي يمكن للبنان أن يقدم فيه خدمات أو مساندة لغزة. الجواب أتى من عند حزب الله بهذا العمل العسكري الذي أعتقد أنه كان يعني انطلاق في الاتجاه الخطأ. لماذا؟ الضرورية لم تقرأ المرحلة، لم يقرأ الوجود الأمريكي في المنطقة، لم تقرأ التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في المنطقة والتي أعادتها إلى هنا مع حاملات طائراتها. كل ذلك كان يجب أن يقرأ، وأنه يجب أن نفهم أنه لبنان هو جزء من مشهد إقليمي. هذه المواجهة اليوم ليست مسألة توازن قوى بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، هذا مشهد إقليمي، لبنان يشكل أحد مكوناته، وبالتالي هذا المشهد سيكتمل وفقا لتوازن القوى ولحساب من يملك يعني التفوق في ميزان القوى. وبالتالي يعني تلجأ الدول عادة إلى دراسة قراراتها واستراتيجياتها لكي تمرر الأوقات الصعبة. أما الذهاب إلى الاصطدام بالحائط بشكل دائم لأن هناك من يراهن على ما ستكون عليه يعني ولكن الواقع هو كالآتي الآن العميد خالد، يعني وصلنا لهذه النقطة، هذا هو الواقع، ما كان يجب أن يجب أن يفعل لم يتم فعله، هذا هو الواقع اليوم. بالتالي نتساءل، واليوم يطرح التساؤل، هل سيرد حزب الله؟ هل بمقدرته اليوم الرد وكيف؟ يعني أنا أولا أقول أنه طالما حزب الله منذ اشتبك مع إسرائيل في 8 أكتوبر كان الرد، وأنا تذكرين يعني ويذكر الجميع أنه كان هناك مقولة أكيد يعني ترمينولوجي عسكري تم إطلاقه، قواعد الاشتباك. لأول مرة في تاريخ العلم العسكري يكون هناك قواعد اشتباك بين عدوين، يعني استحضرنا هذا المصطلح وأدخلناه. لماذا؟ للقول أنه حزب الله وإسرائيل بشكل أو بآخر يحافظان على مستوى معين من الاشتباك. ويعني اسمحي لي أن أقول أني أكثر من مرة كنت على أكثر من وسيلة إعلامية وقلت أنه هذا المشهد لا يمكن أن يستمر هكذا. الولايات المتحدة أتت إلى المنطقة ليس لضبط إيقاع العمليات بين حزب الله وإسرائيل أو ضبط إيقاع العمليات بين حركة حماس وإسرائيل، هناك مشروع أمريكي أكبر من ذلك بكثير. أعود إلى رد حزب الله. رد حزب الله منذ انطلاق هذا الرد أو المساندة كان يعني رشيقا بما يتناسب مع ما تطلقه طهران من مواقف، لا تريد توسيع الاشتباك، لا تريد سوى استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، تريد ترميم الاتفاق النووي وإلى ما هنالك. وشاهدنا يعني كل هذه الردود الإيرانية منذ هجوم 13-14 أبريل الذي اشترك فيه كل العالم لإفشاله، ما إلى حتى يعني عدم الرد على اغتيال هنية، وإلى يعني كل ما قامت به إسرائيل من اعتداءات على الداخل في طهران. وبالتالي اليوم حزب الله بإمكانه الرد بمقدار ما تشاء طهران، وتفتح المخازن للرد بمقدار ما تريد طهران أن ترشق علاقاتها مع الولايات المتحدة، أو بمقدار ما تسمح ما تبقى من علاقات الولايات المتحدة باستعمال هذا النوع من الصواريخ أو ذلك أو ذاك. لذلك اليوم الرد محكوم برغبات طهران، بالهوامش التي تضعها طهران. ويجب كذلك أن لا ننسى أنه حتى إذا ما اتخذت طهران قرارا بالرد بكل الوسائل، فهل ستقف الولايات المتحدة يعني على الحياد؟ هذا سؤال كذلك مطروح، ويجب أن يهوى وهو موجود في عقول الإيرانيين. لذلك هم منذ اغتيال قاسم سليماني وحتى الآن لم نرى ردا حقيقيا من طهران على كل هذه الاستباحة الأمريكية والإسرائيلية. ما رأيك سيد منير، ما الذي تريده طهران اليوم فعليا؟ لأنه من المفارقة عندما نستمع لكل ربما
يعني الإعلانات أو المواقف المعلنة بشكل أو بآخر، يعني اليوم إسرائيل وكأنها تحاول وتنقل رسالة إلى حزب الله وأيضا الجانب اللبناني بأن تل أبيب لا ترغب بحرب. نسمع من الولايات المتحدة التي تتحدث وتقول بأنه لا للتصعيد، لا نريد حرب. حزب الله وكأنه لا يريد حرب، إيران لا تريد حرب، وفي نهاية المطاف نتابع هذا المشهد. لست على يقين أن إسرائيل لا تريد الحرب. إسرائيل تعتبر أنها أمام فرصة أساسية طالما أن طهران لا تريد الحرب ولا تريد الانجرار، وأنها مستندة على دعم أمريكي بالدفاع عنها، وبالتالي إسرائيل تجد نفسها أمام فرصة حقيقية لتوجيه هذا النوع من الضربات. بالعودة إلى السؤال عن طهران، أعتقد أن هناك نوع من تجاذب معين في إيران. تصريحات الرئيس الإيراني الجديد الساعية للانفتاح والتفاوض والإعلان عن الاستعداد للتفاوض حول الملف النووي من جهة، وكلام قائد الحرس الثوري حول زوال إسرائيل وضرورة التصعيد في وجهها، وما بينهما جاءت مواقف متعددة لمرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، الذي أشار مؤخرا وبعد انتظار لفترة إلى أن الرد على اغتيال هنية سيكون قريبا، وعاد وأشار في تغريدة ثانية بشكل هجومي ضد إسرائيل. وبالتالي هناك نقاشات بالتأكيد بين حزب الله والإيرانيين حول أن الحزب لا يمكنه السكوت على ما يجري، لا يمكنه الاستمرار في تخفيض مستوى الاشتباك، بينما إيران تسلك طريقا مختلفا، وبالتالي يتطابق الحزب في رأيه مع رأي جانب واسع داخل إيران لا سيما الحرس الثوري، بينما الجانب السياسي المتمثل بوزير الخارجية ورئيس الجمهورية يسلكان منهجا آخر. في مثل هذه الحالات لا يمكن الجزم في أي وجهة ستسلك الأمور، ولكن بالتأكيد أن حزب الله وصل إلى مرحلة لم يعد بإمكانه السكوت، لم يعد بإمكانه تخفيض مستوى الاشتباك أو مستوى الصراع، أصبح ملزما برد واسع يستعيد من خلاله التوازن، أو ما اصطلح على تسميته قواعد الاشتباك التي سقطت بشكل كامل، لأن قواعد الاشتباك صحيح أنها مصطلح عسكري وهو مصطلح عسكري غريب كما ذكر العميد، ولكن هي عمليا نوع من تقاطع سياسي يصطلح على تسميته بقواعد الاشتباك، ولكنها قائمة على تقاطعات سياسية. الآن التقاطعات السياسية غير متوفرة، لابد من انتظار أن تتوافر تقاطعات سياسية جديدة، ولكن هل هذه التقاطعات ستكون خاضعة لميزان القوى الذي سيتأسس؟ حتما وبالتأكيد، لذلك لابد من انتظار ما سيقرره الميدان. طيب، يبدو بأن هناك تطورات، تفضل بقى معي سيد منير وأيضا العميد خالد. الجيش الإسرائيلي الآن يتحدث عن استهدافه لبيروت، إذن الجيش الإسرائيلي يقول إنه يستهدف الآن بيروت. العميد خالد، هذا تطور مهم وخطير. نعم، ربما هذا كذلك دخلنا معنا بالأول. في البداية أنا قلت لك نحن في نقطة لا عودة، يعني عندما العدو عندما يستهدف الضاحية، ما الضاحية هي أحد ضواحي العاصمة بيروت، وبالتالي لا فرق بين بيروت وبين الضاحية الجنوبية. اليوم ربما كان هناك تحذير كذلك من العدو الإسرائيلي باستهداف مقر للجماعة الإسلامية، لا ندري إذا كان هذا هو المكان الذي استهدف. وبالمناسبة يعني أنا في بيروت ولم أسمع يعني لغاية الآن هذا الانفجار، في حين أنه أرى المشهد على شاشتكم. دعني أسألك هنا العميد خالد، هل تلقيت اليوم رسالة؟ لأنه كان هناك من تلقى هذه الرسالة التي قام الجانب الإسرائيلي برسالة بأنه يجب إخلاء المناطق وبعض المباني وما إلى ذلك حفاظا على حياتهم، هل تلقيت هذه الرسالة وأنت متواجد في بيروت؟ طبعا يعني الجميع او كثر الذين تلقوا هذه الرساله، حتى انه العدو الاسرائيلي قام بقرصنه يعني مؤسسه اوجيرو التي هي معنيه بالاتصالات في كل لبنان، وبالتالي اصبحت يعني عندما تحاولين استعمال الهاتف الارضي تسمعين هذه الرساله تاتي يعني عن طريق اوجيرو،
وبالتالي هذا طبعا نوع من القرصنة والسايبر أتاك على الهجمات السايبرانية التي يعني هي أحد الأسلحة المستخدمة اليوم في المعركة. وقبلها طبعا استخدمت إسرائيل، عطلت إسرائيل نظام تحديد الموقع في لبنان، حتى أن الطائرات في لبنان عادت تستعمل يعني الأساليب القديمة عند الهبوط أو محاولة يعني في لحظة التقارب من المدارج يعني. وبالتالي يعني هذه هي حرب 2024 التي تختلف كثيرا عن حرب 2006 يعني. فبالتالي نحن أمام نظام معركة في الحقيقة تتفوق فيه إسرائيل في مواقع عديدة. وبالتالي لذلك أنا قلت يجب البحث عن نظام معركة آخر أو عن نقاط ضعف أخرى للعدو الإسرائيلي يتم استهدافها، لأنه المواجهة مع إسرائيل في نقاط قوتها لا أعتقد أنها يعني توصل إلى الهدف المنشود. ما رأيك سيد منير؟ الآن الجيش الإسرائيلي يقول إنه يستهدف بيروت، بغض النظر عن الأهداف، هل هذا هو فعلا إعلان رسمي لحرب؟ يعني على مشارف الحرب بالتأكيد كان حزب الله يعتبر أن الضاحية الجنوبية لبيروت هي خط أحمر، تم تجاوز هذا الخط الأحمر خاصة بعد موجة العمليات اليوم. كان يمكن الحديث عن تجنب الحرب الكبرى، ربما يعتبر الإسرائيلي أن ضرب الضاحية أيضا في جزء منه ضغط كبير، ولكن هذا الضغط لا يمكن أن يمر بالنسبة إلى حزب الله، حتما الأمور تتصاعد وتتدحرج. يبدو بأن لديك تطورات سيد منير، أنت تتلقى معلومات الآن حول التطورات في بيروت. التطورات نعم صحيح، هناك استهداف لحي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت. المعلومات تتحدث عن عن أكثر من صاروخ تم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بهم. لا نعلم حتى الآن إذا كانت عملية اغتيال أم قصف لمركز معين.